بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الدوائر الإلكترونية. طبعا احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا على الاوبريشنال امبليفاير، وطبعا في السيكشنز عرفت ان دكتورة هبة اشتغلت معاكم في جزء البايبولار ترانزستور، على اساس ان انتوا ما خدتوش اي حاجة عن الترانزستور، فهي اشتغلت معاكم البي جي تي البايبولار جانكشن ترانزستور. فانا هديكوا بقى، هنبقى تبع الكورس بتاعنا، يعني تعتبر البايبولر دي مراجعة على الترانزستور، اللي المفروض الجزء ده انت المفروض خدته، بس عليك يعني من محتوى الكورس بتاعك انك تبقى عارفه، لان انا ممكن اسألك فيه، لكن يمكن الموسفت انت ما خدتوش، نوع تاني اسمه الموس ترانزستور. فانا هتكلم النهارده على الموس ترانزستور، يعني خلاص بقى جزء الاوبريشن امبليفاير احنا عرفناه، واتكلمنا على الكاركترستكس بتاعته، واتكلمنا ازاي نستخدم الاوبريشن امبليفاير كانفيرتنج او نون انفيرتنج امبليفاير او سامنج امبليفاير او ديفرنشال امبليفاير، او ان احنا نشتغله كانتجريتور او نشتغله كديفرنشيتور. كل الحاجات دي اتعرفنا عليها خلال محاضرات الاوبريشنال امبليفاير. النهارده المحاضره الرابعه بنتكلم فيها على ترانزستور مهم جدا، هو الموس ترانزستور، الموسفيت ترانزستور. يمكن كان المفروض ان انا ادي الموس قبل ما ادي الاوبريشنال امبليفاير، بس ان احنا الترتيب دوت عملناه بسبب ان احنا ما كناش نعرف انك مثلا جزء الترانزستور اصلا كطالب اتصالات الكترونيات واتصالات ما عندكش خبرات قوي او خلفيه قوي عن الترانزستور، فده ما ينفعش معانا، لان الاوبريشنال امبليفاير ده بلوك الاكبر منه، يعني جوه الاوبريشنال امبليفاير هو مجموعه من الترانزستور، فانت لازم تاخد الحاجات الداخليه دي برضو، لازم تبقى فاهمها كويس. فطبعا انت خدت في السكشن البي جي تي، هنخلي في المحاضره الجزء الثاني اللي هو الموس ترانزستور. طيب الموس ترانزستورز ده بداية معرفتنا بالترانزستور كانت بدايتها من البي ان جانكشن، من السيمي كوندكتورز. البي ان جانكشن دي اساسا عبارة عن ايه؟ مثلا البي، مثلا بقول عندي البي تايب والان تايب، بفكرك ده كلام قديم في الالكترونيكس. المفروض ان البي تايب ديت ده جسم من البي، متكون من ايه؟ المفروض ان هو متكون من ماجوريتي كاريرز، كاريرز يعني حاجات كونسنتريشنز، تركيز من الماجوريتي، التركيز الاغلب ليه من الهولز، من الهولز، والاقليات في الكاريرز كونسنتريشن القليله اللي هي الالكترونز، يعني دي شحنات موجوده، يعني هي شحنات موجوده فيه نيجاتيف وبوزيتيف. الشحنات الكتير قوي في البي تايب بتبقى الهولز، والقليله الالكترونز. الان تايب بيبقى الشحنات الكتيره مين؟ الغالبه الماجوريتي مين؟ المعلومات دي اكيد انت عارفها، هي الالكترونز، والقليل الاقليات مين؟ اللي هي الهولز. المفروض ان السيمي كوندكتورز ده بقى، هو سيمي كوندكتور يعني شبه موصل، المفروض ان انا بخليه يوصل، يعني خليه كوندكت. فده بيتم ازاي؟ انا عندي ماده من السيليكون اللي هي السيمي كوندكتور، بعمل لها دوبنج من نوع البي تايب، فبيبقى بيكون لي الجزء بتاع البي، ومن الان تايب بيكون لي الجزء بتاع الان، يعني عندي بي تايب وان تايب. طب هو انا بعمل العمليه دي ازاي؟ الدوبنج ده بعمله ازاي؟ المفروض ده خدته في الفيزيكس وخدته في الالكترونيكس، انت ازاي بتعمل عمليه ايه؟ عمليه الدوبنج، التطعيم، يعني كانك بتطعمه، كانك حد بتطعمه بحاجه، زي انت عارف ما تطعم كده، تاخد مثلا حقنه معينه، يعني بتعمل لك طاقة، بتديك زي ايه؟ طاقة معينة. فهو كذلك الحياة. فحضرتك في الأول خالص أنت عندك بي تايب وإن تايب. البي تايب والإن تايب دول متكونين من ايه زي ما قلنا؟ سيمي، البي تايب ده عبارة عن سيمي كوندكتور عملت له دوبنج من نوع البي، هيفلي دوبد، بس من البي، من البي، من النوع البي، اللي هو ايه؟ إن الماجوريتي كاريرز بتاعتي هي الهولز، والمانيوريتي كاريرز هي مين؟ الإلكترون. طب ده بيتم ازاي؟ إن حضرتك بيبقى الدوبنج بيتم عن طريق التراي فيلنت، المواد التراي فيلنت، المواد التراي فيلنت دي اللي هي اخرها 3 الكترونز، وانت عارف المواد السيمي كوندكتور بيبقى الاوتر تشيل بتاعها 4 الكترونز، ف4 مع 3 جمعناهم على بعض لما بيعمل مشاركه، يعني لما بتعمل دوبنج بالتراي فيلنت بتلاقي انك عندك في التشيلز 7 الكترون. طب انت عشان توصل المفروض يبقوا كام؟ المفروض يبقوا 8، يبقى فيه هول ظهر، تمام؟ فمن هنا سمي بي تايب، انك انت بتعمل الدوبنج من نوع التراي فيلنت، انك لما عملت دخلت تراي فيلنت مع السيليكون عمل لي هول.
طب انت بتدخل تراي فيلنت واحد؟ لا ده انت بتدخل حاجات كتير، سيليكون معاه تراي فيلنت، سيليكون معاه ماده من التراي فيلنت، فعملت هولز كتير، بس بيظهر برضو معايا ايه، مجموعه من الالكترونز بس قليله. كذلك الحال بالنسبه للايه، للان تايب، انا برضو عامل دوبنج، بس مش عامل الدوبنج ده بقى التطعيم للسيليكون بمواد التراي فيلنت، عامل بالبنتا فيلنت، يعني مواد خماسيه. فلما يبقى عندك 4 الكترونز في الاوتر تشيل معاهم 5 الكترونز، يبقى في الكترون زياده، يبقى هيظهر كل ما بتعمل بقى العمليه دي كتير يظهر الكترونات كتير، فبالتالي الماجوريتي كارير بتاعتك هي الالكترونز، والمانيوريتي كاريرز هي مين؟ الهولز. ده يعني ببساطه جدا البي تايب والان تايب. طب حضرتك لما تيجي بقى تلصق الاثنين ببعض، تعملهم كونتاكت مع بعض، يحصل ايه؟ مجموعه الهولز الماجوريتي كاريرز اللي موجوده في البي تايب تروح لمين؟ للجزء بتاع الان تايب، ومجموعه الالكترونز الزياده دي اللي في الان تايب تروح لمين؟ للبي تايب. فتنشئ منطقه اسمها الديبليشن ايه ريجون. الديبليشن ريجون دي مكونه من ايه، من الشحنات النيجاتيف وشحنات البوزيتيف، ناتجه من الديفيوجنز، الانتشار اللي حصل، عمليه انتشار، خلاص حصل من نيجاتيف تايب، من البي تايب، مجموعه من الهولز راحت للان تايب، ومجموعه، لان ده الماجوريتي كارير، والان تايب الماجوريتي كاريرز اللي بتمثل الالكترونز راحت للايه، للبي تايب، عملوا لك ديبليشن ايه ريجون. الديبريشن ريجونز ده بيعمل فولت معين، يعني كانه عامل لك بوتنشال، بيلت ان بوتنشال معين او بوتنشال بارير معين، لازم اتغلب عليه عشان يمر التيار. طب اتغلب عليه ازاي؟ قال لك ان في حاله السيليكون، لو انت شغال من ماده السيليكون، بيبقى حوالي البوتنشالز ده حوالي 0.7 فولت. فحضرتك لو وصلت بطاريه اعلى من ال 0.7 فولت، هيروح ايه؟ يمشي كارنت عندك، يبقى كده دلوقتي اصبح السيمي كوندكتور ده اصبح كوندكتور، وده بنسميه ايه، التوصيله اللي هي خليته يوصل اسمها الفورورد بايس، خدت بالك؟ طب لو هو انا ما قدرتش اخليه يوصل، يعني انا اقل من البوينت 7، يبقى ده اسمه ريفرس بايس. ريفرس بايس ده معناه ايه؟ معناه ان الدايره مش شغاله، مش قادره تتغلب على البارير بوتنشالز. دي الفكره اللي في الاول خالص اللي عملنا منها البي ان جانكشنز، خلينا نوصل، وسمينا الجهاز اللي انا قلته ده اسمه ايه يا جماعه؟ حد عارف اسمه ايه الشرح اللي انا قلته ده، البي والان اللي جنب بعض، يا اما التيار يعدي يا اما التيار ما يعديش، ده اسمه ايه؟ الدايود. الله ينور عليك، لان بالتالي بيخلي التيار يمشي في اتجاه وما يمشيش في اتجاه المعاكس، يبقى موحد الاتجاه كده، كويس جدا. فبعد كده لما عرفوا البي ان جانكشن، قال لك طب ما نكبر العمليه، وبدل ما ان احنا شغالين على مثلا بي ان بس، طب ما نشتغل مثلا ان بي ان او بي ان بي. فعملوا الترانزستور، عملوا الجانكشنز بقى، خلوها بدل ما هي يوني بولر جانكشن اللي هي الدايود، عملوا باي بولر جانكشن ترانزستور. فده كان الكلام اللي موجود في البي جي تي، يعني بدل ما هو يوني بولر اشتغلوا باي بولر، عمل لك منه الترانزستور. طب الترانزستورز ده اللي هو الباي بولر ترانزستور اللي المفروض حضرتك تكون ايه، اخدته ودرسته وعرفته، ودكتوره هبه جت رجعت لك عليه. الترانزستور ده يعني ممكن امثله كده بحاجه احسها بايه، في ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده. احسن مثال انا سمعته ان ممكن بيقول لك ان الترانزستور دوت عباره عن، عارف الحنفيه، الحنفيه دي ليها تعتبر كام تيرمينالز؟ ثلاثه. ايه الثلاثه تيرمينالز؟ انت حتى ما بتجيب الحنفيه بتشتريها بتلاقي ليها ثلاث اطراف، ايه اللي هم الثلاث اطراف بتوعها؟ طرف اللي بيتوصل بالماسوره، طرف الانبوت، وطرف الخارج اللي هو الاوتبوت، والخلاط اللي هو انت بتكنترول بيه، صح كده؟ مش ده، مش دي الحنفيه. طب هو انت بتطلع هي ايه، ميه، يعني انت حضرتك الحنفيه دي انت بتفتحها بتكنترول عن طريق الخلاط بتاعك، بتفتحه بتلاقي ان الحنفيه اتفتحت فالميه بتنزل. نفس الكلام في الترانزستور، بيبقى عباره عن ثلاث اطراف، ثلاثه تيرمينالز، اللي هو الباي بولر، البيز، والكوليكتور، والاميتر، خلاص. فالمفروض ان حضرتك ايه، ان برضو انت حضرتك عندك انبوت تيرمينال وعندك اوتبوت تيرمينال اللي بيخرج منه الميه، والانبوت تيرمينال اللي بياخد من المواسير، وحضرتك بتتحكم من الميه تدخل عن طريق مين، عن طريق التيرمينال اللي ايه، اللي في النص، اللي هي بتمثل الخلاط. فانت في البايبولر ترانزستور بتعمل كده، بنمثل ان الميه دي كانها ايه عندك انت في الالكترونيكس، هي الكارنت اللي بيطلع، الكارنت اللي بيطلع
طب الكرنت ايه اللي خليه يطلع؟ لازم يبقى فيه ايه عشان يشتغل؟ الخلاط بتاعك اللي هو مين يا جماعة؟ في البايبولر ترانزستور. طب الاول ايه التلاتة تيرمينالز بتاع البايبولر ترانزستور؟ ايه التلاتة تيرمينالز؟ حد يقول لي ايه هما التلات اطراف؟ ايه هما؟ البيز ايوه، والكوليكتر والاميتر. والاميتر. البيز والكوليكتور والاميتر، كلام سليم جدا. طب حضرتك دلوقتي مين بقى اللي بيبقى هو بقى الكنترولر اللي بيخلي لي التيار يعدي؟ مين؟ انهي، البيز ولا الكوليكتور ولا الاميتر؟ مين اللي يخلي المتحكم؟ التيار يعدي اي، يبقى في تيار. اول حاجه البيز، البيز. مين في البيز؟ فولت البيز ولا كارنت البيز؟ كارنت البيز الاي بي. الاي بي. يعني لو الاي بي بصفر او الاي بي بنيجاتيف، لو انا بتكلم على ان بي ان، لو انا بتكلم على ان بي ان، البيز بتاعي التيار خارج منه او التيار بزيرو مثلا، هل الترانزستور ده يشتغل؟ هل يعمل حاجه؟ لا مشتغل. ما يشتغلش. لما الاي بيز يبدا يخش، يعني في اي بيز بيدخل على البيز بتاعي بتاع الترانزستور، التيار داخل وليه قيمه، يشتغل الترانزستور ولا ما يشتغلش؟ يشتغل، اشتغل. بس لازم ايه؟ بس في كونديشن مش احنا عارفينه، انك لازم تعدي الفولت بتاع الفي بي اي. خلاص، لازم تعديه عن طريق الكارنت بتاع البيز، يعني في تيار بيدخل على البيز. فمن هنا الترانزستور البايبولر عشان يشتغل لازم يبقى من الاول في تيار داخل على البيز، لكن لو التيار خارج من البيز يبقى الترانزستور ده ما يشتغلش. فمن هنا بنقول على البايبولر ترانزستور انه كارنت كنترول، بيتم التحكم فيه عن طريق الكارنت. خلاص، ليه؟ لان البيس هو الاساس، فهو ده بيمثل الايه، الخلاط بتاعك اللي انت بتفتح من خلاله الحنفيه. الحنفيه دي طول ما هي مقفوله كأن مفيش اي بيز، اول ما تدي اي بيز يبقى الحنفيه دي اتفتحت، فيبدا ايه، المايه تنزل منها ويبدا كده كأن كارنت بيعدي. ده يعني ايه، مثال بسيط كده عشان تتخيل الموقف. فطبعا انت حضرتك بتبقى عارف ان الباي بولر ترانزستور ليه لما يشتغل ليه كذا مودز اوف اوبريشن. ايه هما؟ ده انا بتكلم على البي جي تي، لسه ما اتكلمتش على الموسفت. ايه هما المودز اوف اوبريشنز بتاعت البي جي تي؟ ها، ايه هما؟ ايه يا شباب مصطفى؟ تمام حضرتك يا دكتور. ايوه، ايه المودز اوف اوبريشنز بتاعت الترانزستور؟ ممكن يشتغل في ايه او في ايه او في ايه كده يعني؟ ممكن يشتغل سويتش او امبليفاير، لا، اوتوماتيك سويتش او ده امبليفاير. الابليكيشن، بس انا بقول لك ان المود طريقة تشغيله، يعني هو لما يجي يشتغل مش في ايكويشنز معينة انت بتبقى بتشتغل عليها. يعني مثلا بتيجي تحسب التيار بتقول ان الاي كوليكتور مثلا بيتا في الاي بيز مثلا، صح؟ ايوه طب امتى تقول ان الاي كوليكتور بيتا في الاي بيز؟ لازم الترانزستور يبقى شغال في مود معين. ايه هو المود ده؟ ها، افكرك، الاكتيف مود، عارفه؟ ايوه الاكتيف مود طب ما مود قلناش ليه؟ ده من اهم الحاجات. وفي ايه تاني؟ والكات اوف، في وكات الكات اوف، اوف صح. وايه تاني؟ وفي ايه تاني غير الاكتيف والكات اوف؟ الساتوريشن، التشبع. ايه بقى ده؟ انتوا لا كده لسه بعاد عن الترانزستور. برجاء برضو الدكتوره هيبقى بتراجع معاكم، واكيد اديتكم المودز اوف اوبريشنز وحليتوا مثلا حاجه على اللارج سيجنال والسمول سيجنال، ولا ايه عملتوا؟ طب خدتوا ايه؟ طيب، ها، خدنا تطبيقات مباشرة، يعني احنا بنعمل دايرة وبنشتغل عليها، ماشي. وخدنا دايرة ايه الترانزستور؟ ماشي، ما انت فهمت الترانزستور انت بتحسب التيار ازاي، على اساس ان هو في الاكتيف مود ولا في الساتوريشن والكلام ده. ها، يعني خدت مثلا ان الاي بيز زائد الاي كوليكتور بيساوي الاي اميتر، الحاجات دي، التيار اللي طالع، يعني خدنا في الان بي ان او البي ان بي. تطبيقات زي ايه؟ طيب، التطبيقات اللي احنا خدناها كانت عبارة عن
كنا بنغير في قيمة الاي بي ماشي ونشوف التأثير اللي هيحصل على الـ على الـ على الـ على الاي سي، والتغيير اللي هيحصل على ده الـ كاركترستكس، سي اي. خدتوا الكاركترستكس، كاركترستكس ايكويشنز، خدتوا الكيرفات الخاصة مثلا بالاي سي مع الفي سي اي فور ديفرنت اي بي، مثلا الاي سي مع الفي سي اي، ماشي، ومن خلالها عرفتوا الكيو بوينت وعرفتوا المفروض المودز اوف اوبريشنز برضو. الكلام ده مهم لا بالنسبة لنا، ان الترانزستور ما ينفعش طالب اتصالات الكترونيكس اند كوميونيكيشنز خبرته في الترانزستور ضعيفة شوية، خدت بالك؟ طيب انا يعني هخلي الدكتورة هبة تراجع معاكم برضو على المودز اوف اوبريشنز، وعلى ازاي تحلوا مسألة في اللارج سيجنال وفي السمول سيجنال، ماشي كده؟ عشان ندخل احنا في الجزء بتاعنا بتاع المص ده، تكملة برضو كل مرة اروح انا داخل في حتة في اريا انت تكون اللي قبليها مش ايه، مش واقف على ايه، ارض صلبة قوي لسه. الترانزستور ده على فكرة انت خدتوه زمان، وخدتوا يعني انتوا الحاجة الوحيدة في الالكترونكس واخدينها الدايود بس، ما خدتوش ترانزستور، ما خدتوش البي جي تي خالص. ها مصطفى. لا احنا كنا مش خدنا البي جي تي خالص. طب خلاص، هي دكتورة هيبقى شغالة معاكم في البي جي تي عشان انا ابقى امبارل معاها على الموست ترانزستور. طيب هو الموست ترانزستور برضو نفس الفكرة، هو فكرة البايبولر ترانزستور اللي هي موضوع الايه الحنفية اللي انا لسه متكلم عنها. يعني هو مثلا بيتكلم على 3 اطراف، خلينا ببساطة بس بنتكلم على 3 اطراف، يعني مش هنتكلم على اكتر. الدايودز بالنسبة لك كان كام طرف؟ كام طرف؟ طرفين طرفين. كنا بنسميهم ايه يا مصطفى؟ عشان بس تبقى عارف برضو الحاجات دي، الطرفين اسمهم ايه؟ الكاسد والأنود. الانود والكاثود. طيب والباي بولر كام طرف؟ 3 اطراف، اللي هي الكوليكتور والبيز والاميتر. نقول كده ان احنا عندنا، تبقى عارف التيرمينالز بتاعتك، يعني عرفنا ان الدايود انود وكاثود، عرفنا الباي بولر ترانزستور كوليكتور وبيز واميتر. هناخد بقى الموست ترانزستور برضو هنتكلم على 3 اطراف، نفس الفكره بس في الترانزستور ده اللي هو الموست ترانزستور، احنا قلنا ان البايبولار كارنت كنترول، انت بتكنترول بالاي بيز، لا هنا بقى انت بتكنترول دي بحاجه تانية اسمها ايه بقى؟ الفولتج. يعني ده هيعتبر زي فولتج كنترول، خلاص هنتكلم عنه وهنشوف بالتفصيل ايه هو وايه الاطراف بتاعته. هنعرف الفيزيكال استراكشر بتاعت الموست ترانزستور. دايما اي حاجه بتعرف التركيب بتاعها الفيزيائي، ازاي الفولتج ما بين التو تيرمينال اوف ذا ترانزستور بتكنترول على الكرنت ازاي فلو ثرو ذا ثيرد تيرمينال، بتخلي ان يبقى في تيار، ان ازاي نخلي التيار يمشي. ما هو الهدف من عندنا ان في تيار يمشي انت في البايبولر ما بين الكوليكتور والاميتر، هنا في الموست ترانزستور هيبقى في برضه تيار بس بيمشي ما بين ايه، تو تيرمينالز تانيين او مختلفين. والترانزستور ان جنرال زي ما انت قلت يا مصطفى من شويه، ان هو بيشتغل كايه، كامبليفاير، كسويتش، بس لازم ما بيشتغل كامبليفاير بيبقى في انهي، في انهي مود. ما انت لو انت قلت امبليفاير يبقى انت عارف انه شغال في الاكتيف مود مثلا، خدت بالك؟ فانت لازم تكون عارف المود عشان عرفت ان هو شغال امبليفاير، خلاص. فنفس الحكايه برضو بالنسبه لنا في الموست ترانزستور، هنتكلم عن هو ازاي بيشتغل كامبليفاير وازاي ان هو بيشتغل كايه، كسويتش، تمام. طبعا هو بيقول لك في السلايد اهو، انت خدت التو تيرمينال سيمي كوندكتورز اللي هي الدايود، وبعدين بنشتغل على الثري تيرمينالز. احنا اللي كان الابليكيشنز الاول عندك البي جي تي اللي هي البايبولار جانكشن ترانزستور. بيقول لي بقى دلوقتي المفروض ان احنا نشتغل على ترانزستور او نوع تاني اسمه الموس ترانزستور. طب شكله ايه الموس ترانزستور؟ شكله بس. طبعا البايبولر انت عارف شكله، يعني شكله كده كسيمبوليك بيترسم بهذا الشكل، خدت بالك؟ ملاحظ فيه ايه دلوقتي؟ ملاحظ ان هو برضو قريب من شكل الايه، البايبولر، بس يمكن البايبولر بيجي يرسم لك الشكل بتاعه بيرسم لك كده خط مايل من فوق ومن تحت، لكن هنا مثلا بتلاقيه خط ايه، خط هوريزونتال كده زي ما انت شايف. طيب اللي انا عايز اساله لك، انت عندك دلوقتي في جيت فولت عند الجيت، يعني عندي دلوقتي التيرمينال بتاعتي اسمها جيت، جيت دي مش سهل تنساها، اللي هي اسمها ايه؟ جيت بالعربي يعني ايه؟
يعني بوابة. بوابة. فالجيت دي مش سهل ننسى انها البوابة. يبقى من واضح كده ان الحاجة اللي بتكنترول عندي زي البيز مين هنا؟ الجيت، هي البوابة اللي بتخلي لي الطيار يعدي. ومن الملاحظ الطيار لما بيعدي بيعدي ما بين مين؟ ما بين حاجتين، تو تيرمينالز التانيين. يعني انت زي الحنفية بالظبط اهي، الحنفية ادي الخلاط اللي انت بتحركه. بتحرك ايه فيه؟ انت كنا قلنا في البايبولار ترانزستور البيس، مش البيس كان بيبقى ناحيته زي ناحية الجيت كده؟ صح؟ انتوا عارفين شكل البايبولار ولا لا؟ مش ده شبه البايبولار؟ عارفين شكله؟ ها؟ ها يا جماعة. هو يا دكتور، انت في السلايد رقم كام؟ 5. هي ما اتحركتش من عندنا، عشان كده احنا مش شايفين الشكل. طب افتحوها، انا بعت لكم المحاضرة، بعتها لكم على الواتس. مش عارف ازاي بقى برضو الحركة دي، انا بعتها لكم على الواتس. محاضرة 2، محاضرة 2 موسفت، بعتها لكم على الواتس. صفحة 5، هي صفحة رقم 5، هو PDF مش باوربوينت. تمام كده. طيب انا دلوقتي عندي الجيت، وعندي شايفين السلايد معايا او PDF معايا؟ ها شايفينها؟ تمام. طب انت لما كان بايبولار ترانزستور كان مكان الجيت كان ايه؟ مش دي شكل الترانزستور اللي قدامك ده، وهو نفس شكل زق قريب من شكل البايبولار؟ هو مش هو نفس الشكل طبعا، بس قريب منه ولا لأ؟ ايوه قريب طب كان مكان الجيت ايه؟ البيز. ايوه، يعني البيس كان مكان الجيت، يعني البيس هو كان الكنترولر بتاعك، هو الخلاط اللي بتحركه عشان تخلي المية ايه، او تخلي التيار بقى بمعنى اصح عندنا هنا، ان يظهر التيار ويتحرك التيار. خدت بالك؟ فهنا البديل بتاع البيس هو مين؟ الجيت. خلاص. طب الجيت ده بيعمل ايه؟ انا لازم الجيت دوت زي ما هنعرف فيما بعد ان التيار اللي ماشي في الجيت بصفر. لازم التيار اللي ماشي في الجيت بكام؟ بصفر. الله، امال انا هتحكم بايه؟ هتحكم بالفولت. خلاص، هتحكم في ايه؟ في بالفولت. فلذلك هو بيقولك ان هو فولتج كنترولد، كانه بالظبط الموسفت فولتج كنترول كارنت سورس. ليه؟ لانه بيعمل تيار، الكارنت سورس كانه مصدر لكارنت زي الحنفيه، هي تعتبر ايه؟ انت بتتحكم فيها عن طريق الخلاط وتعمل لك ايه؟ تولد لك ايه؟ تولد لك ميه. انما هنا الترانزستور بيتعمل الموسفت فولتج كنترول، بتتحكم بالفولت بتاع الجيت، يعني الفولت بتاع الجيت ده هو المتحكم، هو ده اللي بيشغل لي الخلاط ده، هو اللي بيشغل لي، سوري، بيشغل لي الايه؟ الجهاز ده، هو اللي بيخلي فيه تيار يعدي من الدرين طبعا ايه؟ من الدرين للسورس، زي ما هنشوف لو هو ايه؟ ان موس، زي ما في البايبولر في ان بي ان، في الموسفت في ايه بقى؟ ان موس، النظير بتاعه في اسمه ان موس زي ما هنعرف بعد كده. المهم ان هو فولتج كنترول، يعني التحكم عن طريق الفولت بتاع الجيت مش الكارنت بتاع الجيت، وبيولد ايه؟ بيولد كارنت. خلاص. طب ايه اشهر، هو بيقول لك سؤال سهل قوي، ايه اشهر نوعين فيهم 3 تيرمينال سيمي كوندكتور ديفايسز؟ الموسفت والبي جي تي. زي ما هنعرف البي جي تي انت كل المفروض عارف اختصارها باي بولر جانكشن ترانزستور، لان فيها 2 جانكشن مش 1 جانكشن، فسموها باي بولر، ثنائيه الايه؟ القطب جانكشن ترانزستور. طب الموسفت اختصار ايه بقى؟ كلمه كبيره قوي، الموسفت كبيره، وهنقولها في التركيب بتاعها، بس يمكن المحاضره الجايه. هي اختصار لميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور، فاسمها موسفت. خدت بالك؟ يعني هو متكونه من الاسم ده، يعني فيها ميتال معدن، فيها اوكسايد، فيها لاير من السيليكون دايوكسايد. السيليكون دايوكسايد ده ايه يا جماعه؟ مادة السيليكون دايوكسيد دي تعتبر ايه؟ لو افصص الكلام، طب بلاش، مادة الميتال تعتبر ايه؟ المعدن ده كوندكتور ولا كوندكتور؟ يبقى فيها كوندكتور، ميتال ده كوندكتور، والسيليكون دايوكسيد ده ايه؟ عازل. يعني عندك ميتال
وعندك اوكسايد ده العازل من السيليكون دايكسايد وسيمي كوندكتور شبه موصلات، يعني التلاتة تحت بعض كده. ميتال هي تكوينها ده، يعني هي فيها ميتال معدن وفيها عازل من الاوكسايد وفيها شبه موصل اللي هو سيمي كوندكتور، خلاص. وفيلد افكت ترانزستور يعني في الكتريك فيلد بيتنشئ فمنه بيتولد ايه التيار اللي هو بيمشي من الدرين للسورس زي ما هنعرف، خلاص. فعشان كده ده اسمه موسفت، فالاسم الاسم معبر عن هو بيعمل ايه. طب هو ليه الموسفت العجيب دوت اللي هنشرحه؟ طب ما كفايه علينا البايبولر. لا، بيستخدم ليه؟ اولا حجمه صغير جدا، يعني بيفرق عن البي جي تي، حجمه قليل، سهل التصنيع، سهل في التصنيع، الباور كونسامبشن بتاعته قليله. خلي بالك الحاجات دي تجيلك بقى ترو اور فولس وام سي كيو وحاجات من دي، ان هو ميزته في كده الباور كونسامبشن بتاعته قليله مش كبيره. طيب الموسفت تكنولوجي طبعا هي 2 بليون، يعني اللو بليسمنت اوف وضع ابروكسيمتلي ب 2 بلايين من الترانزستورات على سنجل اي سي. ليه؟ لان هو صغير، فممكن احط 2 بليون ترانزستور في شبايه واحده في سنجل انتجريتد سيركت. هي باك بون، تعتبر العمود الفقري للفيري لارج سكيل انتجريشن في ال اس ار. انتوا لسه ما خدتوش الفي ال اس ار الانتجريتد سيركت بالتفصيل. طبعا هي من مفضله عن البي جي تكنولوجي في ابلكيشنز كتير، يعني افضل من البي جي تي في كثير من الابلكيشن. هو طبعا هنا بيعمل لك زي رحله ميدانيه كده على ماده مثلا زي السيليكون والسيليكون ويفر، اللي هو سيليكون ويفر زي قشره السيليكون، قشره، عارف القشره زي قشره البسكوته، لما تجيب بسكوته كده من بره فيها قشره، هي زيها كده، قريبه من هذا المعنى. بس طبعا الكلام ده انا مش هدخل ان ديتيلز فيه، يعني بيوري لك بس زياره ميدانيه كده لشكل الاي سي هاي بتاعه الموسفت متصوره. يعني تعال نشوف شكلها كده كتركيب بقى، زي اللي مثلا لما كنا بنتكلم على الدايود، ان انا عندي جانكشن من البي جانكشن من الان، اهي ببساطه كده. بص كده، انا عندي الميتال، ماده الميتال ممكن من الالومنيوم، الالومنيوم ده زي ميتال بيوصل الكهرباء وبيوصل الحراره، وعندنا السيليكون دايكسايد اللي هو عازل، وعندنا سيليكون سبستريت اللي هو سيليكون بس، ماده من السيليكون اللي هي السيمي كوندكتور. خدت بالك لما اقول لك سبستريت يعني جسم؟ عشان بس الكلمه دي بتتكرر معانا كتير، سبستريت يعني جسم. طب هنا الجيت اهو متوصل بيها من فوق، لان الجيت ده اللي هو الحاجه الاساسيه اللي هتشغل لي كل حاجه، هي الجيت، البوابه حتى هم مسميينها باسم، لان هي البوابه اللي بتفتح لي السكه، خلاص. طيب قال لك بايسنج، عشان تبايس يعني تخليه يشتغل، قال لك لازم ان الفي جيت تبقى اعلى من الصفر. طب ناظرها كان في البايبولر، مين اللي يبقى اعلى من الصفر يا جماعه؟ ها؟ مين الاي بيز، الاي مش الفي، عشان كده كانت كارنت كنترول ليست فولتج كنترول، انما هنا في جي، يعني فولت الجيت يبقى ماله؟ يبقى عالي شويه. جهد الجيت يبقى ماله؟ يبقى عالي ايه؟ شويه. طيب هنا مثلا عندك هنا في مجموعه البي سبستريتس، البي سبستريتس ده بيبقى متكون من ايه يا جماعه؟ قلنا البي متكون من بي تايب، السيليكون سبستريت عاملين له دوبنج بس من نوع البي. طب البي ده اللي هو ايه يا جماعه؟ قلنا الماجوريتي كارير فيه مين؟ اللي هي الهولز، الهولز، والمانيوريتي الاقليات مين؟ الالكترون. الالكترون. فهو بيقول لك مثلا على السطح بتاعها بتلاقي ان على السطح نفسه الكونسنتريشنز بيبقى قليل، الهولز قليله، لكن تحت بيبقى فيه هولز كتيره في البادي نفسه، جوه البادي نفسه كل ما بتبقى ايه تحت، يعني ده اللي قايل لك عليه. طب لما انا عندي طبقه من الميتال وطبقه من الاوكسايد وطبقه من السيليكون، يعني طبقه بوزيتيف خلاص بين الميتال وطبقه من السيليكون دايوكسايد وطبقه من البي سبستريتس، عارف ديت ممكن تبقى ايكويفالنت لايه؟ ولا نستنى عليها شوية دي دلوقتي؟ خلينا نستنى على دي شوية. المهم هو بيقول لك في الكتريك فيلد بيتولد، شايف اتجاهه؟ هذا الالكتريك فيلد اللي بيتولد بيتسبب انك انت بتعمل ايه؟ نتيجة ان الفي جيت اكبر من الصفر،
بيبدأ ايه؟ بنتعامل مع التيار الكهربائي. خدت بالك؟ لذلك لما جم سموه قالوا له ايه؟ قال لك المصهر ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد، اهو فيلد افكت ترانزستور، كل الحاجات دي متفاعله مع بعضها عشان تخلي لك ايه؟ التيار يمر فيه، فسموه ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ايه؟ ترانزستور. طيب بص بقى في اللي فوق دي، قال لك الفي جيت اكبر من الصفر ممكن تبقى بوزيتيف اند لو قليله. قال لك لا بس خلي بالك، الفي جيت اللي حضرتك طلعت لك دي للاسف هي اكبر من الصفر، اه بس ما تخليليش الترانزستور دوت يعدي التيار. قال لك ليه؟ قال لك في عنصر تاني اسمه الثريشولد فولتج. شايف الفي تي دي؟ شايف الفي تي؟ يعني ايه؟ يعني انت ساعات بتيجي تفتح الحنفيه، مش ساعات عمال تفتح 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 مفيش ميه لحد ما تفتحها عند حد معين وتبدا الميه تنزل. انت اي نعم بدات تفتحها ليه؟ لان الميه زي ما تقول ايه مقفوله من المواسير وهي طالعه، انت عمال تسحبها، الميه مش راضيه توصل لك او مش راضيه تمشي في الحنفيه فبتضطر تزود. فهو قال لك ان انت مش لازم تعدي الزيرو، لا تعدي الثريشولد فولتج. يعني الفي جيت عدى الزيرو، ده حاجه كويسه، لكن مش يعدي الزيرو بس، لازم يعدي المينيمم فولتج عشان يعمل تشانلز. لان المفروض التيار زي ما قلنا المفروض ان هو هيعدي من الدرين للسورس. انا مش راسم الدرين ولا السورس، لسه ما رسمتهمش. انا راسم مين؟ ثواني بس، انا مش راسم الدرين ولا السورس، صح كده؟ فالمفروض عشان يعدي، افرض الدرين ده من الدرين ده على اليمين والسورس ده على الشمال، انا ما عنديش حاجه تعدي، يعني ما عنديش حاجه تخليه الايه، يعني ما فيش قناه عشان يعدي من خلالها التيار. خدت بالك؟ عشان تتولد قناه يعدي من خلالها التيار لازم يكون في مجموعه من الالكترونز تعمل القناة دي، مجموعة ايه؟ الكترونز. طب هي الالكترونز فين؟ مش موجودة، ده اللي كانت الماجوريتي كارير هولز وما فيش الكترون. انا عايز عند السطح هنا تبقى في عدد الكترونات كتير قوي، هو كاتب لك ايه؟ عند السطح تبقى اعلى من الايه؟ من الهولز بتاع البادي. طب ده هعمله ازاي؟ قال لك لما بتعلي الفي جيت عن الفي ثريشولد ده بيحصل، هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، هيتولد. اقول لك ليه؟ هو انت حضرتك مش الميتال ده بوستيف؟ طب والهولز ده مش بوستيف؟ اكيد البوستيف قصاده بوستيف وبينهم ماده عازله، يعني عازله بس، بوستيف وبوستيف قصاد بعض يحصل لهم ريبالشن ولا اتراكشن؟ يحصل ايه؟ ها؟ ريبالشن يحصل تنافر ما بينهم. تنافر، فتلاقي ان البوستيف هولز تنزل والالكترونات هي اللي تبدا تطلع لفوق، صح؟ عشان تعمل اتراكشنز. الالكترونات اللي فوق دي يبقى ناحية السطح هتبقى في عدد الكترونات كتير، هي دي اللي تعمل لك القناة اللي تخلي لك ده يعدي، يعني يعدي تيار من الدرين للسورس. ده نتج عن ايه؟ ان الفي جيت عدت الفي ثريشولد. طب لو هي ما عدتش ما يحصلش هذا الكلام، يبقى ما فيش قناة، يبقى ما فيش تيار، بس رغم ان انا ايه؟ ان انا اعلى من الصفر، لكن لازم اعدي الفي ثريشولد. خدت بالك اهي؟ شرح لك اهي في الحته دي، النيجاتيف ظهر اهو، شايفه؟ ده نتيجه ان الفي جيت عدت الفي ثريشولد، فاهمني؟ فبالتالي المنطقه دي بقت تشانل، تقدر جزء بتاع الالكترونز اللي موجود ده بقت فيه قناه ما بين الدرين والسورس، يقدر يعدي من خلالها مين؟ التيار. دي فكره اللي انا عايز ايه اوصلها لك اهو. بيقول لك اهو ان في تيار هيعدي من الدرين للسورس. الدرين والسورس بقى هو ايه؟ وضح لك هما فين اهو. دي هيفلي دوبنج من الان، ودي هيفلي دوبنج من ان. ان بوزيتيف وان بوزيتيف، يعني الدرين مليان بالالكترونز وهنا مليان بالالكترونز. طبعا حركه الالكترونات بتمشي كده من الشمال، من الشمال لليمين، عكس حركه الايه؟ التيار. يعني التيار بيمشي زي باللون الاسود كده من الدرين للسورس، من الدرين لايه؟ للسورس. طبعا هو بيوري لك شكله الديفايس ستراكشرز بتاعتنا بتاعت الموسفت، ادي ميتال اوكسايد وعندي الدرين وعندي السورس وعندي الجيت.
عندي الدرين ان بوزيتيف والسورس ان بوزيتيف، وعندي البي اللي هي السبستريت موجوده من البي تايب. راسمها لك كده زي ايزومتريك، وراسم لك زي ايه، زي فرونت فيو ليها على اليمين، راسم لك وانت بتبص لها من قدام شكلها عامل ازاي، خدت بالك؟ فطبعا الاوكسايد ده ليه ايه، ليه ثيكنس معين، الاوكسايد بتاعك ده ليه ثيكنس معين اسمه تي اوكسايد. طيب هو كده انا ده اللي عايز اقوله النهارده. هو بيبعت لي في الزوم ان ليس ذان 1 مينيت، المره الجايه لان كاتب الريفرنس هنشرح بقى بالتفصيل ايه اللي بيحصل وايه المودز اوف اوبريشنز الخاصه بالموس ترانزستور. بس المهم دلوقتي فهمنا الفكره بتاعته او فكره تشغيله ايه. حد عنده اي اسئله؟ تمام. طيب انا هسيب المحاضره.